42 ألف رجل أمن فرنسي يشاركون في حماية أو تأمين الحماية للزوار ولسكان العاصمة خلال الألعاب الأولمبية. من بين هؤلاء 20 ألف جندي سيسهرون كما الشرطة الفرنسية، ناهيك عن الشرطة البلدية وأمن الشركات الخاصة المنتشرون في المعالم الأولمبية، حيث التحذيرات مستمرة من إمكان حصول اعتداءات إرهابية، خاصة وأنه يتوقع وجود 15 مليون زائر في باريس وغيرها من المدن الفرنسية خلال الألعاب الأولمبية التي تفتتح في 26 من آل الجاري. لم تخبرنا أي دولة بأنها لا تريد أن يقوم رياضيوها بالمشاركة في الحفل الافتتاحي. تشارك الكثير من المعلومات الاستخبارية، وهناك دول حساسة للغاية لأسباب واضحة تتعلق بإمكان أن يكون رياضيوها هدفا لأي اعتداء. هذا الشيء يعود إذن لثقتهم بأجهزتنا الأمنية. وفي ظل التعاون الأمني يشارك نحو 1800 رجل شرطة من 43 دولة، وذلك مثل ألمانيا، قطر، بولندا، بلغاريا وغيرها، معززون بالكلاب البوليسية. هؤلاء يشاهدون في أماكن حساسة في باريس ويقومون بدوريات، وبرفقتهم عنصر أمن فرنسي، إذ ليس لديهم الحق بتوقيف أي مشتبه به، إنما هذا الأمر متروك للشرطة الفرنسية. هذه التعزيزات الدولية من ضباط وضابطات شرطة يقومون بأعمال المراقبة والتواجد في الأماكن العامة وتنفيذ دوريات الراجلة في مختلف المواقع السياحية ووسائل النقل العام، إضافة لاستقبال الجمهور. وسيصل إلى باريس ولاسيما خلال الحفل الافتتاحي نحو 110 رئيس دولة وحكومة، وذلك للمشاركة في هذا الحفل التاريخي المميز في فرنسا. طوني شمي، الحرة، باريس،